وين بديش بدها تسع دير البلع، تسع شين الشمال ولا تسع شين رفح، كل ما فيش واسع يا عمي يموتونا احسن، يموتونا احسن. احنا نازحين من رفح ونسبة النزاح كبيرة، واجينا على الدير مش ملاقيين مكان، إن اليوم 4 أيام نايمين في البرد وما فيش إنا ننصب سمتنا، يعني هذه نسبة النازحين بدها تروح. احنا إلنا 3 أيام، هاي أغراضنا وهاي عفشنا وهاي أطفالنا، الدير مكتظة بالسكان من قبل نزوح النازحين في رفح، فإحنا لما نزحنا من رفح كملناها فيش إلنا مكان، محدش مستضيفنا، محدش مستقبلنا، ولا ملاقين أرض فاضية ننزح ونقعد فيها.